بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط في شرح تقويم الوحدة الرابعة والأخيرة من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول المتوسط العام الهجري 1441-1442، الفصل الدراسي الأول بعنوان الحوار. أبنائي الطلاب، درسنا في هذه الوحدة الدرس الأول الدرس الثالث عشر مفهوم الحوار، الدرس الرابع عشر أركان الحوار، الدرس الخامس عشر آداب الحوار، الدرس السادس عشر والأخير الحوار الوطني. إذن دروس الوحدة أربع دروس: الدرس الأول تناولنا في مفهوم الحوار، الدرس الثاني درسنا في أركان الحوار وآداب الحوار والحوار الوطني. الآن أبنائي الطلاب، لدينا مجموعة من الأسئلة التي تغطي هذه الدروس كاملة. أولا، السؤال الأول: أمامك مجموعة من الكلمات، نضعها في مكان الصحيح لكي نكمل جملة واضحة. تحريم، المركز، حماية، السعودي، التطرف الوطني. أولا، عقد اللقاء الوطني العاشر لمركز الملك عبد العزيز للحوار. أحسنتم، الوطني، يبقى الكلمة المناسبة لي هنا الحوار الوطني، لمناقشة واقع أبنائي، واقع إيه؟ واقع التطرف والغلو، التطرف والغلو والأسباب المؤدية إليه، وسبل حماية المجتمع السعودي منه، بحماية، ودور المواطن السعودي في منع التطرف داخل الوطن، وعرض الأدلة الشرعية الإسلامية التي تدل على تحريم التطرف والغلو والانحلال. إذن أبنائي الطلاب، عقد اللقاء الوطني العاشر لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، هدفه مناقشة واقع التطرف والغلو والأسباب المؤدية إليه، وسبل حماية المجتمع السعودي منه، ودور المواطن السعودي في منع التطرف داخل الوطن، وعرض الأدلة الشرعية الإسلامية لتدل على تحريم التطرف والغلو والانحلال. يذكر الطلبة أربعة من آداب الحوار. أبنائي الطلاب، تم شرح الآداب الأربعة، هم العلم، التدرج والبدء بالأهم، الصدق والدليل، الموضوعية، الوضوح، التزام آداب الحوار. هذه ست عناصر ذكرنا منهم أربعة: العلم، التدرج والبدء بالأهم، الصدق والدليل، الموضوعية، الوضوح، التزام آداب الحوار من حيث البعد عن التعصب و احترام الطرف الآخر وغير ذلك من العناصر الأساسية. أبنائي، السؤال الثالث: كيف يتحقق الحوار الناجح في رأيك؟ بالاحترام المتبادل بين الطرفين وعدم التعصب والإنصاف والعدل يكون هناك حوار ناجح. إذن الحوار الناجح لابد له من شروط. الشرط الأول الاحترام المتبادل بين الطرفين، لأن عدم الاحترام يؤدي إلى إهمال الطرف الآخر، وهذا ليس من شيمنا ومن تعاليم ديننا الإسلامي. إذن يتحقق الحوار الناجح بالاحترام المتبادل بين الطرفين، عدم التعصب والإنصاف والعدل، هنا يتحقق الحوار الناجح. يذكر الطلبة أربعة أسباب لأهمية الحوار الوطني. أبنائي، للحوار الوطني دور مهم جدا. أولا، له دور في ضبط الاختلافات وتعزيز التلاحم الوطني. اثنين، تصحيح المواقف السلبية، معالجة الأخطاء. ثلاثة، إبراز المواقف الإيجابية ودعمها. أربعة، تعزيز القيم الإسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال. إذن الحوار الوطني مهم جدا. ليه؟ لأن الحوار الوطني يؤدي إلى ضبط الاختلافات، يعني لو كان في اختلاف بين أبناء المجتمع يكون اختلاف إيجابي يؤدي إلى تلاحم المجتمع وتماسكه. اثنين،
تصحيح المواقف السلبية ومعالجة الأخطاء. إذا الحوار الوطني يؤدي إلى تصحيح المواقف اللي أخذنا فيها قرارات خاطئة ويعالج أخطائنا. ثلاثة، الحوار الوطني يؤدي لإبراز وإظهار المواقف الإيجابية ودعمها. أيضا الحوار الوطني له دور في تعزيز القيم الإسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال، ديننا الإسلامي دين الوسطية والاعتدال، فالحوار الوطني يؤدي إلى تعزيز هذه القيم. برأيك ما تأثير الحوار على العلاقة مع الآخرين؟ أبنائي، الحوار يعزز العلاقات بين الناس وينشر المحبة بينهم، مما يجعلنا نحصل على وطن متلاحم ومتماسك. كما أن الحوار يساعد على بناء مجتمعات صالحة وبيئة آمنة. إذن أبنائي، حينما يكون هناك حوار بين أفراد المجتمع وبين الناس مع بعضها البعض، حينما نحل مشاكلنا بالحوار، حينما يكون الحوار أسلوب حياتنا، يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات بين الناس، قوي العلاقات وينشر المحبة بينهم، مما يجعلنا في النهاية نحصل على وطن متلاحم ومتماسك. كما أن الحوار يساعد على بناء مجتمعات صالحة وبيئة آمنة. أبنائي، يضع الطلبة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. أولا، الصدق والأمانة من أداب الحوار. أحسنتم، بارك الله فيكم. يبقى الصدق والأمانة من أداب الحوار، دي إجابة صحيحة. ب، أسس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عام 1440. أحسنتم، إجابة خاطئة، لأن المركز أسس في عام 1424 وليس عام 1440. جيم، من أركان الحوار أطراف الحوار. أحسنتم، إجابة صحيحة، لأن إحنا قلنا إن أركان الحوار حاجتين أو طرفين، أطراف الحوار وموضوع الحوار. دال، رفع الصوت وفرض الرأي من أداب الحوار. أحسنتم، بارك الله فيكم، إجابة خاطئة، رفع الصوت ليس من أداب الحوار. ها، حرم الدين الإسلامي التطرف والغلو. نعم، إجابة صحيحة، أحسنتم، لأن الدين الإسلامي حرم التطرف والغلو، ديننا الإسلامي دين الوسطية والاعتدال. واو، تتميز المملكة العربية السعودية بوحدتها الوطنية المتماسكة. أحسنتم، بارك الله فيكم، إجابة صحيحة. للشباب دور مهم في تحقيق الحوار. أحسنتم، إجابة صحيحة، أحسنتم. التعرف على ثقافة الآخرين واحترام عاداتهم مخالف للحوار. إجابة خاطئة، إجابة خاطئة. طيب، الحوار الحضاري مهم لتبادل الثقافات ونشر ثقافتنا الوطنية. إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. إذن هذه العناصر عناصر أسئلة مهمة جدا أبنائي الطلاب. يكتب الطلبة صفحة واحدة لإيضاح أهمية الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية، أهمية الحوار الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية بالاستفادة من العناصر الآتية: دور الملك عبد العزيز ورجاله في تحقيق الوحدة الوطنية والدروس المستفادة من ذلك، التلاحم المجتمعي وأثره في بناء الوطن، الحوار أساس لخدمة الوطن. أبنائي، تركت وضعت لكم يعني نموذج استرشادي لمن يريد أن يكتب ولمن يريد أن يكتب غير ذلك حسب رؤيته. إن شاء الله سوف نطلع على ما يكتبه. ما اهتم به الملك عبد العزيز هو تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، وذلك عن طريق ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني، وكان هذا في الوقت الذي كانت المملكة تواجه الكثير من التحديات، فهنا كانت المسؤولية في الحفاظ على قيم الوحدة والثوابت الوطنية، ومن هنا ظهرت أهمية الحوار بين كافة أطياف المجتمع، حيث أن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه منع وجود الأسوار المغلقة بين كل طرف وآخر، يعني ملك وضع الحوار أساس لعلاقاته مع شعبه، فكانت الغاية الكبرى هي الوصول إلى التلاحم الوطني وتأكيد التفاعل الاجتماعي بكافة الشرائح الوطنية.
إلى هنا أبنائي الطلاب، ولله الحمد والفضل قد أكملنا شرح منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول المتوسط للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441-1442 هجري. أتمنى لكم أبنائي الطلاب التوفيق والنجاح، وفقكم الله وسدد خطاكم وبارك مجهوداتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم معلمكم الأستاذ سامي البدري، معلم الدراسات الاجتماعية بمدارس دار الثقافة القسم المتوسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.